كاين مهنة قديمة بزاف اللي كانت موجودة خاصة في المدن والقصبات واللي تحافظ حتى اليوم على تقاليدنا وعوايدنا اللي تحضر العروسة للزواج. هذه المهنة هي مهنة المشطة اللي مازالها مطلوبة بزاف في عراسنا. المشطة هي خبيرة في التجميل والتصديرة وتعرف كل التفاصيل تاع العرس. تعرف كيفاش لازم تلبس العروسة في كل وقت تاع الحفلة، كيفاش لازم تمشط، وش من مجوهرات وذهب تخير لها، وكيفاش تماكي، وحتى كيفاش تستقبل الضياف. المشطة تقدر تاني تعاون أسرة العريس وتوصيهم كيفاش يخيروا ويشتروا أحسن فراش وتخوصوا كامل تحيف اللي تخص هذه المناسبة. المشطة هي قلنا اللي توجد حمام العروسة اللي هو يوم مهم بزاف واللي يكون معلوم قبل الفرح. المشطة توجد لهم مليح مليح لخاطر كامل الناس اللي قراب للعروسة من الأهل والقراب ومن الجيران والحباب يروحوا معها نهار حمامها، ولازم ضيافتهم تكون متي ولكن ما يلزم الحال وشي ما يخصهم يزهاو ويتحفوا روحتهم في جرة ديك العروسة، وهكذا المشطة تكون موجدة كل شي نهار ولا نهارين قبل الحمام. في العاصمة مثلا المشطة هي اللي تخدم صابون الجزائر واللي واسمو قانا صابون الكحل، وتخلطوا مع الطفل. هاد العجينة رايحة تغسل بها العروسة لخاطر تمدلها نعومة ورطوبة لشعرها وبشرتها. المشطة تحط كامل هاد المواد تاع التجميل في طويسات صغار تاع النحاس واللي يعيطولهم بالمراقص، وتجمعهم كاملين في إناء كبير واللي هو محبس الحمام، وتغطيه بحويك شباب ومطروز، وتربط كل شي بحاشية تحرير تكون بيضة ولا خوخي. في باطة واحدة أخرى واللي مخدومة بالليف واللي اسمها السابة، المشطة تخبي فيها البشاكر تاع العروسة والسورتي دبا البنيقة والعبروق وكامل القش اللي تحتاجه العروسة باش تنشف روحها وتبدل بعد التحميمة ديالها. هاد الصندوق قانا تغطيه بقماش تحرير وتزيد تحط فيه مرايا قبل ما تقفله. وكيجي نهار الحمام كل شي يكون معدول وموجد. الطيبة تاع الحمام تروح لدار العروسة وزنها مع ماليها وناسها، ويدو معاهم المقروط الشربات ولا الجازوز وحتى لاتاي والقهوة اللي سربيوهم بعد التحميمة على كامل النساء اللي كاينين في داك المجمع المبارك. وهكذا العروسة تجوز نهار شباب ومتحوف في الحمام مع كامل النساء اللي داتهم معاها وش مع دواي عليهم، الشي اللي يخلق جو رائع اللي تشبه للقصور الملكية تاع ألف ليلة وليلة. ومن حكي على زمان محلاه حمام العروسة وهي خارجة منه والعيون عليها محروسة، يجعلها إن شاء الله كديك الوردة المغروسة.